تختتم اليوم أعمال الدورة 28 من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا ICT كايرو لعام 2024، والذي جاء بمشاركة أكثر من 400 عارض دولي ومحلي، والذي أقيم تحت شعار The Next Wave أو الموجة التالية، وذلك في ظل استمرار دعم الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لتحليل والنقاش ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تكنولوجيا المعلومات والعضو المنتدب لشركة أبدلتا للأنظمة الإلكترونية. مهندس عمرو، يعني موجة تالية، هناك بالتأكيد دوما في هذا المجال موجة تالية، لكن معرض هذا العام رفع سقف الطموح بشدة في شأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الجديدة في مناحي حياتية كثيرة. هو حضرتك يعني فعلا المعرض يعتبر بمثابة عرس لقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، ومنتدى بيلتقي فيه العاملين والشركات في هذا القطاع كل عام، وبيتبادلوا فيه وجهات النظر حول الحلول الجديدة وحول المشروعات ممكن تنفع التحول الرقمي في مصر والدولة المصرية. طبعا احنا عندنا مشروع طموح للتحول الرقمي على مستوى الدولة، عندنا ايضا رؤية 2030 وما يخصها في مجال التحول الرقمي. فالحقيقة يعني في خطط كتيرة طموحة وفي مشاريع بالفعل قيد التنفيذ في هذا التحول الرقمي في القطاع العام والحكومة وأيضا في القطاع الخاص. فالحقيقة يعني بيأتي المعرض هذا العام في ظل هذا الزخم الكبير، وأيضا بيأتي في ظل التحول الكبير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم كله ودخولها في كافة مناحي الحياة، وبالتالي ده يعني بيحط علينا احنا ايضا مسؤولية ان احنا نواكب هذا التطور في العالم ونشوف تطبيقاته في مصر، وبالتالي نشوف ما يستتبعه ايضا من نقل تكنولوجي وتدريب وتشريعات ايضا، لانه لسه هذه التكنولوجيات الجديدة بتتطلب تشريعات تحكمها، وده يمكن احنا شايفينه في العالم كله ازاي نوصل لحوكمه في حاجه زي الذكاء الاصطناعي. مهندس عمرو، لعلك يعني اثرت اكثر من نقطه يجب ان نثيرها في هذا النقاش، لكن ربما من وجهه النظر الاخرى هذا المعرض هذا العام وككل المعارض السابقه في الدورات السابقه اثارت فكره ان نتجه اكثر الى تدريس تكنولوجيا معلومات، تخريج عنصر بشري اكثر كفاءه بتوسع في كل الجامعات المصريه، ربما أيضا البحث عن حاضنات أعمال إلكترونية لتطبيق الأفكار التي ستنتج من هؤلاء، يعني هذه منظومة متكاملة يمكن أن يطور بها العمل التكنولوجي في مصر. طبعا يعني حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، أو هي أهم نقطة في الموضوع، المهارات والعنصر البشري، لأن هو ده المحرك الأساسي للتحول الرقمي، هو العنصر الأساسي اللي هيمكننا من إن إحنا نمضي قدما في جميع المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي. والحقيقة يعني إحنا بحاجة لمزيد من المهارات، إحنا حاليا يمكن يقدر عدد خريج الجامعة كل عام التعليم الجامعي بكافة يعني تخصصاته في حدود 650 ألف خريج كل سنة. خريج التكنولوجيا المعلومات فيهم يعني يمكن لا يتعدوا 10%، يعني حوالي يمكن 65 ألف بين معاهد ومتوسطة وعليا وكليات، فنسبة 10% الحقيقة نسبة ضئيلة محتاجة زيادة. وأيضا المستوى اللي عليه الخريجين يعني بيتم دفعه باستمرار ورفعه في دورات تدريبية كثيرة بتعملها جهات حكومية كثيرة ومن ضمنها وزارة الاتصالات. وزارة الاتصالات الحقيقة أطلقت عدد من المبادرات اللي الحقيقة كانت فيها أثر كبير، ويمكن في منها مبادرات اتعملت لمستوى أطفال المدارس، ابتدى
من سن 9 سنوات زي أشبال مصر الرقمية. والقيادة السياسية في مصر أظن مهندس عمرو يعني تولي اهتمام بتخريج مخرج بشري مختص في هذا المجال، وربما الأمر يحتاج إلى إنشاء مدن علمية ليس فقط معاهد أو أكاديميات صغيرة أو متوسطة، يحتاج الأمر الآن بهذا التسارع الكبير في هذا المجال لإنشاء مدن علمية متكاملة. احنا بنحتاج كافة التخصصات وكافة المهارات، يعني هنحتاج المؤهل المتوسط في مجال التكنولوجيا المعلومات والمؤهل العالي والتخصص الأكاديمي. طبعا زي ما حضرتك أشرت، القيادة السياسية بتولي اهتمام كبير لتصدير المهارات في هذا المجال. أيضا في مراكز إبداع أنشأتها وزارة الاتصالات تقريبا النهاردة بتغطي أغلب محافظات مصر، والخطة أنها تشمل كل المحافظة، يبقى في كل محافظة مركز إبداع، لأن مهم جدا إن إحنا نوصل للشباب في مكانه، نساعده إن هو يتطور ويبدع، إنه يقدر بأفكاره ينتج شركات ويتلقى التدريب اللازم. كل ده الحقيقة لازم بيؤتي ثماره، ويعني يمكن إحنا محتاجين أكتر إن نحتضن الشركات الناشئة. بإن إحنا نشجعها بالتمويل، نشجعها أيضا بإثبات أعمال ليها، ونقدر نستثها أعمال في مشروع التحول الرقمي في الحكومة. وخاصة أن ما تم طرحه في دورة هذا العام كان مختلفا جدا من أنظمة الحواسب الطرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الداخلة في إنتاج السيارات ذاتية الحركة، إلى مراقبة حقن الأنسولين التي يتعاطاها المريض وبمراقبة الطبيب، وحتى التحليل البياني في أكثر من مجال. يعني هناك أشياء غريبة ربما على المتلقي الحالي، وربما أيضا تشي بأن هناك مختلفات كثيرة وتطبيقات أكثر في الفترة المقبلة. التطبيقات يعني النهاردة بتاع التكنولوجيا مع معلومات الذكاء الاصطناعي حضرتك بتشمل كافة مناحي الحياة، يعني سواء كانت طب أو هندسة، زراعة، مواصلات، يعني تكنولوجيا مالية وبنوك. فخلاص احنا النهاردة أي نشاط هتلاقي لازم فيه تطبيق للذكاء الاصطناعي. ومن هنا تاني يأتي أهمية الإبداع ومراكز الإبداع واكتشاف مهارات الشباب ومساعدتهم من سن مبكرة، إن هم المحرك الأساسي والوقود الأساسي لأن الأفكار دي تكبر وتنمو وتبقى حواليها شركات وصناعة وفرص عمل. لعلنا في الدورة القادمة نرى تطبيقات أكثر وأفكارا أكثر تحتاج لاحتضان وتطبيق. ضيفنا العزيز من القاهرة عبر الهاتف المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تكنولوجيا المعلومات والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، أشكرك جزيل الشكر.